ليه مداخله صغيره في الحته اتفضل. كنت بتحب عبد الناصر؟ لا. ليه؟ لانه فاد كل البلاد ما عدا مصر، فاد كل البلاد العربيه ما عدا مصر، غرقنا في حرب، كان مستلم مصر الجنيه اغلى من الجنيه الذهب، الجنيه المصري، شوف اقتصادنا وصل لحد فين. مش ما بحب، مش مساله خضع للحب وكره، مساله خضع لاقتناع باعمالك او رفضها، وده دي الحريه، دي الديمقراطيه. انا ما كنتش، بس انت حضرتك عشت، موافق يعني، انت يعني كنت صغير في عهد الملك فاروق، لكنك عشت ثوره يوليا. هي. هل انت امنت بثوره يوليا؟ مؤمن بيها بافكارها؟ كنت في منظمات الشباب. طبعا. بس كل من كان مع الثوره كان مؤمن جدا بفكره عبد الناصر. ايوه، هم دول فئه يعني اخذوا المساله امتى فقدت ايمانك بالرئيس عبد الناصر؟ امتى؟ والله والله في مؤشرات كتير اثبتت ده. يعني انت فجأتين طبعا بالسؤال، بحيث ان انا حتى هو سرحان البحري دخلني.